في سابقة هي الأولى من نوعها، تمكن صياد سوري من اصطياد 5 أسماك قرش ضخمة في وقت مفاجئ وبصنارة واحدة، فكيف فعلها؟ وسائل الإعلام السورية تحدثت عن صياد سوري تمكن من اصطياد 5 أسماك قرش بصنارة واحدة في سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم يحدث أن قام صياد سوري من اصطياد ذلك الكم من أسماك القرش في يوم واحد فقط. وبحسب التقارير فأن الصياد السوري اصطاد تلك الأسماك والتي يبلغ وزنها حوالي 150 كيلوغرام في مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ مدينة طرطوس الساحلية، وتمكن الصياد من اصطياد ذلك العدد خلال ساعات قليلة فقط. وبحسب التقارير الإعلامية فأن هذا العدد من الأسماك يعتبر طفرة في تاريخ الصيد في الساحل السوري نظراً لعدد أسماك القرش والمدة التي تم اصطياد الأسماك خلالها، ونظراً لأنها المرة الأولى في سوريا. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الصياد والصور المنتشرة له رفقة الأسماك، وكثرت التساؤلات حول الطريقة التي اتبعها الصياد السوري ليعلق صاحب محل أسماك اشترى من الصياد السوري أسماك القرش، حيث قال لوسائل الإعلام السورية بأن الأسماك التي اشتراها من الصياد هي من أسماك القرش الأصلية الموجودة قبالة السواحل السورية. وأشار إلى أن الصياد السوري كان في رحلة صيد عادية بقاربه، حيث ذهب إلى أعماق مختلفة قبالة شواطئ مدينة طرطوس الساحلية ليحالفه الحظ ويتمكن من صيد تلك الأسماك 5 من القروش بصنارة واحدة. وأشار صاحب المحل إلى أن أسماك القرش اختلفت أحجامها، فهناك 3 منها كان وزنها كبير وصل إلى 120 كيلوغرام، بينما كان وزن الباقي 20 كيلوغراما فقط. ونوه الرجل إلى أن 5 أسماك بعد أن عرضها الصياد السوري في مزاد علني، وذلك في سوق السمك بمدينة بناس، حيث اشتراهم وقام بتقطيعهم ليبيع الكيلو الواحد منهم ب65,000 ليرة سورية. وسيتم إرسال تلك الأسماك إلى بعض المحافظات السورية وخاصة العاصمة السورية دمشق، حيث يكثر الطلب على ذلك النوع من الأسماك في المطاعم الكبرى. وفي أول تعليق للخبراء على ذلك الخبر قالوا إن اصطياد أسماك القرش في سوريا ليس بالأمر الغريب، لكنهم لم يعتادوا صيد تلك الكمية في يوم واحد. وأشار الخبراء إلى أن أسماك القرش موجودة في سوريا وتظهر بين الحين والآخر قبالة السواحل السورية، حيث يوجد نحو 45 نوعاً منها، وجميعهم لا يشكلون خطراً على السكان.